الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط. الداخلية تضبط مقر شركة للقنوات الفضائية تبث محتوى مسروق. فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السوداني عبر موقع شركة تذكرتي. تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من شبكة تلفزيون النهار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأفاف والتي تهدف إلى تطوير هذه الصناعة والترويج لها، حيث تعد أكبر وأهم مشروع اقتصادي في المحافظة. كما افتتح السيد الرئيس محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط وعددا من الوحدات السكنية ومركزا للتعليم المدني وفندق اللسان الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم في منطقة الدلتا. وافتتح السيد الرئيس السيسي أيضا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مشروع الإسكان المتوسط بدار مصر بمدينة دمياط الجديدة، والذي يتضمن 194 عمارة سكنية. حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وفي مداخلة له قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تعمل على حل مشاكل الكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز، ويجب على الدولة وعلى المواطنين احترام التخطيط المتكامل. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الكمية التي أنتجتها مصر من الكهرباء خلال 60 عاما كاملة استطاعت أن تنتجها خلال 5 سنوات فقط بزيادة قدرها 28,000 ميجاوات وبتكلفة بلغت أكثر من نصف تريليون جنيه. وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة أنفقت 1,300,000,000 جنيه لمعالجة البناء العشوائي تحت أبراج الضغط العالي. تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها على مستوى المحافظات لضبط مروجي المواد المخدرة. المزيد في سياق التقرير التالي. استمرارا لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبط جرائم الاتجار وحيازة المواد المخدرة، نجحت الإدارة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح في ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العالمين، بعد أن رصدت الإدارة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش، وبحوزتهما 380 تربة من هذا المخدر تزن 28 كيلوغرام. كما تمكنت من ضبط 100 تربة من مخدر الحشيش في استهداف لمسكن أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة الضبعة تزن 25 كيلوغرام. كما نجحت الإدارة في ضبط أحد الأشخاص تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار فيها، وذلك في كمين أعد له بنطاق دائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وبإرشاده تم ضبط الماكينة المستخدمة في التصنيع بالغربية وأكثر من 25,000 قرص مخدر وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع. أيضا دهم قطاع الأمن العام مقر شركة للقنوات الفضائية تبث محتوى مسروقا خاصا ببعض القنوات الأخرى المشفرة من خلال جهاز ريسيفر يتم تجميعه وتحويله بالأكواد الخاصة لتلك القنوات، ومن ثم يتم بيعه للراغبين. المزيد في سياق التقرير التالي. بمشاركة قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ومديرية أمن الإسكندرية، داهم قطاع الأمن العام مقر شركة للقنوات الفضائية تبث محتوى مسروق خاص ببعض القنوات الأخرى المشفرة من خلال جهاز ريسيفر يتم تجميعه وتحميله بالأكواد الخاصة بتلك القنوات وبيعه للراغبين، وتحميل تطبيق القنوات على الهواتف مقابل اشتراك سنوي. وتم ضبط أجهزة حاسب آلي تستخدم كأجهزة استقبال، وجهازين سيرفر يستخدمان في التحكم في بث القنوات، و2500 نظارة لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد، ومجموعة من الهارد ديسك وفلاشات عليها أفلام منسوخة.
بدأ اليوم الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السوداني، والتي تأتي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا، وذلك من خلال موقع الحجز الإلكتروني الخاص ببطاقة جمهور النادي الأهلي وموقع شركة تذكرتي. وتبلغ القيمة المادية لتذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 جنيها للدرجة الثانية، و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية، وتبلغ 300 جنيها للمقصورة الرئيسية. وقد تقرر عدم استلام التذاكر دون وجود بطاقة الفان آي دي الخاصة بالمشجع، والتي يتم استخراجها من موقع تذكرتي. ختاما كان هذا موجز السابعة مساء من تلفزيون النهار. أشكركم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.